مالك جرالك ايه؟ اتلبشتي ليه لما شفتيه داخل بيها؟ اتكهربتي ليه لما عرفت انه اتجوز؟ هو كان قالك حاجة ولا حتى لمحلك؟ لا لمحلي، طبطب عليا بحنية ليها معنى، ما قالهاش بلسانه بس قلبه شاور وقلبي حس. ضغط الدم لما بيرتفع قولون بيشتغل، وانت مش هينفع تقعي دلوقتي خالص، لازم تبقي واقفة وصلبة طولك زي ما عودتي اللي حواليكي على كده. انت اللي زيك لو وقع الكل يكشف. الموضوع باختصار، لنا جالي دواء مهم قوي ومن بره وبيعالج الام القولون بشكل هايل، بس فقلت اجيبهولك. طب ما كنت اديته لعمر اخويا؟ طب ما يمكن انا عايز اطمن عليكي. لم اللي باقي منك وتكني جواكي، لحد امتى هتفضلي تخبي وتخبي معاكي كل وجع بتحس بيه؟ لحد امتى كل حاجه شبه اي حاجه وفي الاخر طعم مر؟ فوقي فوقي، اكتفينا، مش كل اللي تحسي تصدق. مالك شكلك متغير من ساعة ما دخلنا؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة يعني ايه؟ انت كنت كويسة؟ بعدين مش وقته. هو ايه اللي مش وقته؟ ما تتكلمي يا صفوة، في ايه؟ غازي من فضلك، احنا في وسط ناس. قلتلك مفيش حاجة، يا اما تسكت يا اما نمشي. نمشي؟ واحنا لحقنا نقعد؟ خلاص يبقى تسكت لو سمحت. ايه يا تينا؟ كنت فين كل ده؟ بقالي صعب ادور عليكي. ولا حاجة، كنت فوق اوضتي كده بعمل حاجة ونزلت. قوليلي بس طمنيني، هو عمر راح فين؟ يعني هيكون راح فين؟ اختفى مرة واحدة ومحدش يعرف راح فين، وعروسته قاعدة هتشيط لوحدها. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب وعمنا، عمنا العزيز فين؟ يعني هيكون فين؟ دوري عليه كده في اي شلة بنات هتلاقيه قاعد وسطيهم. بالدور يا بنات، حقوا كتير بناتكم كلكم. انتوا قاعدين غلط. انت زي العسل يا حبيبي. انت لسه شفت حاجه يا عزل؟ انت بتشوف كتير. الله يهضمك يا اختي. احنا بقى واحنا ما نعرفش. ده انا قديم قوي. يعني عمر بقى مش جاي من بره؟ لا تلميذي، دي واحده اسكيوز مي جاي لكم. انت مش واخد بالك ان عمر مش قاعد في الكوشك؟ فين عمر؟ اصل انا كنت مشغول، انت عارفه، ورايا مشغوليات كتيره. مشغوليات ايه بس يا عم؟ مشغوليات ايه؟ عمر فين؟ عمر فين؟ انا شايفه وهو بيتسحب وماشي من هناك. بيتسحب وماشي من هناك؟ ماشي من هناك فين؟ دي عروسته خلاص هتطفش، هتمشي، هتجري من الكوش. يلا بينا، تعالوا ورايا، دي ليله ماليش خلق لها شمس. ايه ده؟ مش على بعض من ساعة ما شاف الرقاصة دي. بنتي تحجنيني، في عريس طبيعي يبص على القصة ينفرحه؟ في عريس طبيعي يسيب عروسته بالشكل ده كل الوقت ده؟ ستي هتلاقيه رايح هنا ولا ايه؟ ممكن طلع الحمام ولا حاجة. شايفاه بعيني طالع من الباب. فكري وشك شوية عشان الناس بتبص عليكي. تبين فرحتها؟ اضحكي اضحكي. ماشي يا عمر، ماشي ماشي. والله انت اللي ابتديت ولا حست كلامك، مع اني جيت لك دغري من غير ما اطبقك. كان لازم يعني اعمل لك كمين وتص فيا منين ما تروح؟ جاي لي ليله فرحي وعايز تفضحيني؟ انا افضحك بردك؟ انا لو ناويه على الفضايح ما كنتش لميت الدور من الاول واديتك شرف المشاهده الاولى. وطي صوتك، انا لو على الفلوس اديها لك، لكن انا اضمن منين؟ اضمن منين ان مش كل شويه هيطلع لي كوبي كاي اخويا نسخه تانيه يعني؟ والله انت نصيبك بقى، لو شدتك من نافوخي تبقى لنا خلصت ومش هتشوف وشي تاني. يا رب. انما بقى لو عشعشت هنا، عشعشت هتلاقيني واخداها حلوانه في سلوانه ونطلق في كل مكان ان شاء الله في اوضه النوم، وقايل لي ساعه كده بينك وبين العروسه. انت مجنونه يا بت، مجنونه. وبيني وبين المورستان فركه كعب، ها هتدفع ولا لا؟ يا دكتور، يا قبطان، يا دكتور. هدفع 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 بس دلوقتي، غوري من هنا، غوري من هنا، هدفع هتفهم هتفهم. يلا انت بس، يلا يا ماما، يلا يلا بلبس الاعدام اللي انت لابساه ده. انا صلاح. انت فين؟ ده الدنيا مقلوبة عليك. انا كنت بتابع حركة النباتات. تعال. ايش بيك يا ماما؟ مفيش اي حاجة يا بابا، هيكون في ايه يعني؟ شكلك مش على بعضك. وين عريسك انت؟ طمني قلبي.
مش عارفه اقول لك ايه الصراحه. انا اطمن يا شيخ عرفان اطمنه. عمر بس جات له دوخه وطلع اوضته فوق ويغسل وشه ونزل على طول. دايخ انا هطلع اشوف. على فكره في حاجه غريبه بتحصل. ما انت عارف عمر ليلته دايما بتختم بمفاجآت. طب انا هقوم اسال اخته كده افهم ايه اللي حصل. هو ما فيش غير اخته تسالها؟ هنيجي بقى على الاخر ونخيب. ما تكبري بقى غازي. عشان تفوق. جرى ايه يا عمر؟ معلش يا حياتي، يمكن يكون اعصابي هي المشدوده. كفايه حبايه واحده احسن. المهدئات دي مش كويسه. ولا الظاهر الرقاصه قلبت عليك كتير. رقاصه؟ رقاصتي انا؟ ما خدش بالي هو في رقاصه تحت. انت مش مركز بقى يا حبيبي. طب يلا بقى احسن، شكل بقى وحش قوي قدام الناس. وبابا بدا يسال. حاضر حاضر يا حبيبتي، وراكي على طول. ما تتاخرش. يلا حبيبتي وراكي وراكي. من المصايب ما بتهل بتهل بالجمله. والله انت قلبك ميت. انت جايبانا هنا في ليله زي دي؟ اهدي شويه، ده انت هتشوف ليله النهارده ليله من الف ليله وليله. اهلا 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 يا عم حافظ. لا 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 يا عم حافظ كده ازعل عمو ايه؟ انا عايز حافظ من غير حاف، من غير حاف قصدي من غير عمو. المهم خشوا في الموضوع. نخش يا استاذ؟ ما نخشش ليه؟ نخش برجلينا اليمين كمان. يلا يا رايس. اليمين بالشمال، انا الاثنين مغروزين في الواحد. يلا يا رايس. طول عمري بقول عليك تقيل. يا ودي يا تقيل يا ودي. هنا ده انا مش قادره اصدق شكل الدكتور عمر مش طبيعي. عمر ايه وليلة ايه؟ شايفه بيعمل ايه يا اختي؟ دي ليلة العمر، سيبيه يزقطط بقى. يزقطط ايه؟ انا مش عارفه ايه لزوم الشرب اللي شربه ده، دي حاجه اخر زفت. ما كان ربنا تبعك. ايه يا ولد؟ ايش بيك يا دكتور عمر؟ ايش بيك يا ابني؟ ايه؟ اهلا شيخ القبيله. اهلا. دينا انت رايح تعمل ايه؟ روح اقعد مكانك. روح تجيبوا شربات عندهم. مش هنجيب حاجه، روح اقعد مكانك. في فرح عند اللي احنا قاعدين. وين راجل؟ امشي.
حدرجة بدرجة من كل علم درجة من كل علم مدورة ومن كل نفس معفرة بالفلفل والكزبرة أشتتن أشتوت أشتتن أشتوت يا رب اللي يكرهك يطق يموت وياخد بالشلوت إن كان حتى في بطن الحوت اللهم صل عليك يا نبي اللهم صل على النبي قمر نايم يا أخوتي قمر كح كح واجلي صدرك من سماهم إيه ده؟ إيه ده أنت بتعملي إيه هنا؟ ما بخر يا أختي يمكن ربنا يفك كربه اطلعي بره بره ايه ده وايه اللي حصل لمار؟ ايوه يا حبيبي لمار قاعد هنا على الكرسي من ليله امبارح فكان ربنا تاب عليك من الشرب قعدت تديها وتشرب لحد ما وقعت شرب ايه ده شرب ايه اعرف يا اخويا شرب خلاص بقى قوم بقى كده بقى وفوق غير هدومك عوض عروستك ليله امبارح ليله امبارح اعوض ليله متأكدين لك كانت ليلة امبارح ولا لا لا متأكدين انها كانت ليلة امبارح مش ولا خالص مش ولا هي ولا ده ايه انا مش فاهمة حاجة ولا ده ايه ده ايه اصلا بقول لك ايه بقى انت تقومي تاخدي شاور كده وتغيري هدومك واديكي اطمنتي عليه بقى زي الفل يا حبيبتي يلا يلا يا حبيبتي انا كمان عاملة لك لقمة ترم عظمك بيها انا فعلا محتاجة اخد شاور عشان الحق اغير الفستان قبل ما يجي حد يشوفني بيه وانت يا حبيبي مش عايز تعمل شاور كمان لا اعمل طبعا لازم اعمل ايوه كلنا هنعمل شاور وانت كمان لازم تعمل شاور كلنا لازم تعالي يا حبيبتي تعالي اتفضلي للشاور انا وراك اهو اتفضلي يا حبيبتي انا وراك انت رايحين انت ايه اللي انت عملته امبارح ده فضحتنا عملت ايه يعني انت مش فاكر انت عملت ايه ده انت قعدت ترقص وتشرب انا ارقص واشرب انت امال انا وبعدين ايه بقى الحركه اللي انت بتعملها دي ما فهمتهاش الحركه طب وهي كانت قاعده مولعه وبتغلي وبتطلع شياط وبعدين يعني بصراحه كان ليها حق بس انت جيت في الاخر ورقصت مع حته مزتين انما ايه نقيوه بالنبي بجد والله العظيم الاثنين مع بعض ايوه وفين هما دلوقتي انت فين ولا في ايه دلوقتي ما تشوف المصيبه اللي انت فيها دي الموزس فين طيب جامدين قوي يا بس خلاص تبنا الى الله استرها علينا يا رب يا دي الفضايح عايزه تقول عليك ايه كنت خايف من الدخله ولما يجوا اهلها نقول لهم ايه كانت بخم على البيت بصراحه شكلك بقى وحش قوي اجيب البخور يا هوانم هوانم ايه يا بنت انت دي تحترمي نفسك هوانم ايه عاجبك كده معقولة يا ربي بقى ده بقى اللي قلبك عليا من امبارح عايز تفهمني انك مش واخد بالك اخد بالي من ايه اكتفينا دي زي اختي بعدين اذا كنت اهتميت بيها شويه فده عشان خاطر عمر مش اكتر بس هي مش باصه للموضوع كده بصله ازاي ان شاء الله انت ما شفتش وشها اتغير ازاي اول ما عرفت اننا اتجوزنا دي اختفت من الفرح كله ولما ظهرت ما كانتش طايقه تتكلم معاك كلمتين على بعض لا انت الظهر جرى لمخك حاجه بالعكس انا لسه في كامل قوايا العقليه بس يوم ما تلعب معايا لعبه زي دي هتشوف جنان اصلي عمرك ما شفته قبل كده مش فاهم ايه لازمته كل ده هي كانت قدامي قبلك ما لو كنت عايزه اتجوزها كنت اتجوزتها كان ايه اللي هيمنعني يعني يمكن ظروفك اللي اتلخبطت فجاه تعايرين يا صفو انا ما اقصدش طبعا كلمه وطلعت غلط غلط بقى ولا صح مهم انها طلعت غازي صدقني انا ما كنتش اقصد عايز اقولك على حاجه واحده انا حبيتك بجد ده اللي خلاني استناكي وانت مع غيري افضل وراكي لغايه ما تنسيه ده اللي خلاني احارب عشان نتجوز في عز ما كنت مزنوق وظروفي صعبه قبلت على نفسي حاجات ما كانش ينفع ان انا اقبلها تهيالي اللي يعمل كل ده عشان خاطر واحده صعب قوي ان يبص لغيرها غازي يخرب عقلك ده انا صدقتك يا راجل ما لو ما صدقتنيش ما بقاش غازي يا ابن لذينة طول عمرك معلم يا غازي عامل زي الحية تلبد وتستخبى وتروح مغير جلدك وفجأة تروح طالع وهوب ساعتها ما حدش بيسلم من سمك ادينا بناكل عيش يا دكتور
بمناسبة العيش صحيح، أخبار العيش بتاعنا إيه؟ هانت، التخطيط اللي في دماغي وصل لآخر نقطة وهتشوف نتيجة ما كنتش تحلم بيها. شوقتني. في إيه يا مرتضى؟ داخل هاجم كده. طيب أجي لحضرتك وقت تاني. لا لا خليك يا دكتور، أنا كده كده عندي مرور. طيب أوكي، أنا هخلص لك موضوع الأجازة إن شاء الله. حياتك بقى ما تنسى، أنت عارف أنا عريس جديد. لا طم. عن إذنكم. مع السلامة يا دكتور. تعال. الراجل بتاع المشكلة إياها وصل بره. ودخلته العيادة؟ من غير أي بيانات وقاعد مستني. تمام. امشي بسرعة شوية، شهلي. حطي الحاجة هنا. هاتي جنبك، أيوة. حطيه هنا، حطيه. هات. هات. أيوة كده. يلا ألف هنا وشفا. كل يا حبيبي، كل الجمبري حلو، وشوربة السيفو دي هترد لك العظم. يلا. لو إيه يخليك تنور في الليالي السودة. تحب أقشره لك يا حبيبي؟ أحسن القشر يعورك وإنت مش ناقص. أنا متهيألي إن شاء الله لما تروحوا السفرية دي بتاعت شهر العسل اللي هتروحوا في الجزيرة دي، إن شاء الله بإذن الله مودكم هيتغير خالص، وربنا يا فيكوا شر حسد إذا حسد. أنت عارفة هتركبوا عجل كمان. لما تركبوا عجل بقى الدم يجري في العروق، وناس في البحر بقى إيه منعشة، تخلي الواحد جسمه يبقى فريتش كده خالص. تغير بقى ايه بقى؟ الشمس تدخل تفتح المسام، تفتح المسام بقى. قال واحد حديد عوده صلب حديد. يا عم في ايه؟ مصيبة بقى لا تطلع برد، ونقضيها كام كامة، ونكش كده على بعضنا، ونرجع وظهرنا محني. كل يا حبيبي، كل كل. الو. ايوه انا. مين؟ لحظة واحدة، لحظة. قشر الجمبري كله. ايوه ايوه. لا هتهرب ليه يعني؟ ههرب من ايه؟ لا طبعا. ايوه حاضر ماشي، حاضر. كمان ساعتين بالظبط هكون جاهز. بتكلم مين يا عمر؟ ها مش قلت لك ادي اول دفعة نستلمها؟ وانا ان شاء الله نصيبي هيكون كام بقى؟ عيب يا بت، النص بالنص، 50-50. انا حرامي بس مش نصاب، واحب الحق يروح لاصحابه. مش مطمنه لك يا خلوصي. يا نهار ابيض، هنا هتزعلينا يا برازرز، واجيب الواد فلانك معايا يزعل كمان. ما انت جربتيني قبل كده يا بت، عمري كلت عرقك. كتير. طب اديكي قلتيها اهو، عيب بقى يا خلوصي. انا نفسي احج من الخرابه دي بقى. يا بت هتقبي وتلم القشطه اللي على الوش، وكمان تعمليها سندوتش. بس انت ركز مع ام يعني. عارف يا خلوص انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا اختي؟ نفسي ابص لروحي بقى، اشيل كلاخ الايام، وانحل وسخت البشر، واشب برجلي لفوق، واطول كل حاجه نفسي فيها. الله، صدقها بنت جسمها اشعر. هيحصل. والنهارده اللي هناخده ده دي دفعه اولى، وكمان هكبره يمضي الدفعه الثانيه. النهارده؟ طب ازاي؟ قلت لي ازاي؟ فولو مي. اتس اوكي. يعني ايه سايبني في يوم الصباحيه؟ مش كفايه ليله امبارح يا عمر؟ انت قلت لك بقى، قلت لك الجماعه بتوع شركه السياحه كلموني، يعني يا دوب لازم اروح عشان الحق الحجز. ولو بابا جه وجاب معاه حد من اهلي وسالوني عن هقول لهم ايه يا عمر؟ الجوله ايه البيت اللي بقى؟ ايه يا حبيبتي؟ ايه يا حبيبتي؟ الله، تصدقتي كلامهم عن الجمبري ولا ايه؟ اللي حصل امبارح ده يعني بقى شويه تعب كده، ظرف يعني، انما مش هيتكرر تاني ابدا. بس عندنا بقى ما بيفهموش انا والحاجات دي. هقول لهم ايه؟ وانا قلت لك يا عمر. عارف يا ماما، عارف ما انت قلت لي يا ماما، وفي ما تصلي على النبي. ان شاء الله الليله دي هتبقى ليله العمر، وهحضر لك فيها شويه مفاجآت. ما بلاش المفاجآت، اصل ما بحبهاش وبقيت بتشائم منها. لا 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 لا, لا. دي مفاجأة تانية خالص. المهم انا ايه، همشي ومش هتأخر. عايز ارجع عليكي جاهزة. سخني كده وجيت ريدي. احبك. انا بحبك يا عمر.
دمنا الى الله. لازم اروح اديهم فلوس. وبعدين المشكله كده ما تحلتش. طب اعمل ايه؟ اتصرف ازاي يعني؟ ما ينفعش ابلغ عنهم، وما ينفعش اسيبهم يهددوني، وما ينفعش كمان ما اديهمش الفلوس. البت دي لازم نوصل لاصلها، ملهاش حل تاني. مرجان بيحاول هو ومراته ورجالته، بس مش عارفين يوصلوا لحاجه. كنت ناوي تروح لوحدك؟ ايه ده؟ ايه ده؟ هتيجي معايا؟ طبعا لا. ليه؟ علشان لازم حد فينا يستنى عشان لو حصل لك حاجة أقدر أتصرف. أصيل يا عمر، الأصالة دي حاجة في دمي. طبعا بتدعيلي وتشكر. بدعيلك، الضع ده حاجة في دمي. أنا هروح بقى، ولو حصل حاجة هبطلوها في التليفون. بس أقول لك إيه، أمن عليك ما تجيبش سيرتي. اصيل اصيل ما بتهزرش يعني. عمر عمي. ايه يا اصيل، قررت تيجي معايا؟ هتعمل ايه مع البنت التانية؟ هعمل ايه يعني؟ خايف اكلمها طبعا. لا لا بقول يعني لغيها. لغيها، يمكن محتاجة طعم حنية. لا 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 لا، تبنى الى الله. اطمن خالص، الحكاية بسيطة جدا، مش محتاجة غير شوية مصاريف. إن كان على الفلوس ما يهمكش، عمرنا ما هنختلف، بس قول لي هيحصل إزاي؟ إحنا جربنا كذا مرة، الحقن المجهري ده وما نفعش. المرة دي هينجح، وإن شاء الله ولي العهد هيشرف. يا رب يا دكتور. لعلمك بقى، دكتور عوني ما بيقبلش أي حالة إلا إذا كان متأكد من نسبة النجاح فيها، مش معقول يعني هيغامر باسمه على آخر الزمن. إحنا سألنا كتير، ولاد الحلال دلونا عليه. وعشان انت كمان راجل ابن حلال وراجل طيب، ربنا وقعك في سكتي. وانا كمان ابن حلال اللي حضرت قعده ناس زيكم. بس انا خايفه قوي يا دكتور. ما هي عشان خايفه قوي يا دكتور دي، احنا مش هنعمل العمليه غير والمستشفى هاديه خالص. احسن وقت للعمليه يا دكتور يكون بالليل. بالظبط اهو يا ستي، ابسطي، مش هنصحيكي بدري. ربنا يخليك يا دكتور. انت مالي ايدك يا دكتور عوني؟ لا، احنا ما دام اتفقنا على الفلوس يبقى انا مالي ايدي ونص. انت بتعملي ايه عندك هنا؟ دكتور صفو، انت خنطتيني. انطقي قول، ازاي تقفي وتستنطي كده؟ تعالي بس يا دكتوره، تعالي. انت بتعملي ايه؟ تعالي هنا انطق. يا دكتوره دي مصيبه، انا كنت لسه هاجيلك عشان اقول لك. مصيبه ايه؟ ما تتكلمي. الدكتور عوني والدكتور مرتضى. مالها؟ تعالي كده يا دكتور احسن يشوفونا. انت شايفه الراجل والست دول؟ ايوه، مالهم بقى؟ دول كشف وما تقيدش في الدفاتر، ووراهم حاجه كده انا لسه مش عارفاها. انا مش فاهمه انت بتتكلمي في ايه. يا دكتوره من يومين انا كنت نبطشيه وشفت حاجه كده ما كنتش اتوقعها. شفتي ايه؟ وانتوا بقى بتعملوا ايه في مقر الحمله؟ بتعملوا تشاتنج على الفيسبوك ولا بتلعبوا المزرعه؟ ازاي خبر زي ده يعدي من تحت ايديكم؟ انا عايزه كل صغيره وكبيره تخص الخبر ده. ما الحكايه دي لو بصحيح هتغلوش وتخلي الناس تنسى موضوع عفه وتركز فيه. ما هو لما يبقى شيخ وعليه قضيه زي دي تبقى فضيحه طبعا. شطارتنا بقى ان احنا نستغل الموضوع ده في برنامجنا الانتخابي. تمام، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط. اعمل كده وابقى كلمني. يلا باي باي. اديني بحاول الم ورا بلاويك اللي هتودينا في داهيه. صدقي لما يكون عامل فيها شيخ ومتدين وعليه قضيه زي دي. لا وقضيه ايه بقى؟ مش هحكي لك. من فضلك يا مامي، انا مش عايزه اعرف اي حاجه. انت ازاي بتكلميني كده؟ علشان انتي مش قادره تفهميني ولا تستوعبي ان انا مش عايزه اكون طرف في اي حاجه تخصكم. مالك بقيتي عصبيه اليومين دول كده؟ والله كويس ان انتي ملاحظه حاجه تخصني. عيب يا حبيبتي، انا مامتك، يعني اكتر واحده في الدنيا تحس بيكي وتفهمك.
وانت شايفه ان ده حصل وما يحصلش ليه؟ علشان عمره ما حصل ولا هيحصل. يا مامي انت عمرك ما فهمتيني ولا حسيتي بيا. تقدري تقولي انا بالنسبه لك ايه؟ انا اقول لك، انا بالنسبه لك عامله زي مجوهراتك دي بالظبط، غاليه عليكي طبعا انا عارفه، بس بتلبسيها في المناسبات بس، غير كده بقى حطاني جوه علبه ورمياني في دولاب مقفول، مش كده؟ على فكره انت سايكو معقده نفسيا، ايه التفكير والكلام الفارغ اللي بتقوليه ده؟ بالعكس انا حررت نفسي منك تماما وقدرت اخرج من العلبه اللي جوه الدولاب، وكمان قدرت اعيش وابقى نفسي. عارفه يا ميار هانم، انت وكل اللي رموني وضحكوا عليا هيشوفوا مني كتير كتير قوي. مجنونة دي ولا ايه؟ هاي يا ماير هانم. صدقت المرة دي وجيت في ميعادك وجاهز بالأمانة. بس انا يعني ليا كلمتين. ما بتدي صارت ايدي. ايدي سيب ايدي. انا مش صيدة هتقشريها بمزاجك، انا ساعة الجد بقلع توب الدكتورة والبس توب اللي يليق باللي معايا. هتكسر ايدي سيب ايدي. اكسر دماغك. مش عيب يا دكتورة تمد ايدك على الحرمة. انتوا مين؟ نزل سلاحك واقول لك احنا مين. بقى هي دي اللعبة، هي تجيبني وتسلمني ليكوا. اتحرك بعد ما نمشي كلنا كده بخمس دقايق، ده اللي حلو بقى، واديني الخزنة اللي في سلاحك جدع. يلا بينا يا رجالة. في ايه؟ في نسخ تانية؟ ما عنديش أوامر أقولك على حاجة. يلا بينا يا رجال. سلام يا دكتورة. حار لا انت ايه اللي جابك؟ اقول لك ايه اللي جابني؟ لقيت نفسي قريبه منك وشفت صورتك فقلت اجي اسلم عليك. ودخلتي ازاي؟ والناس اللي بره دول سابوك ازاي بس؟ الناس اللي بره دول مش دريانين بحاجه اصلا، مشغولين جدا. انت خطر. من ناحيه خطر صنع خطر. اقول لك، عارف انا عامله زي ايه؟ عامله زي سلك الكهرباء، ممكن يموت وممكن يدور. المهم ازاي تعرف تتعامل معاه؟ مع اني قلقان من طريقه دخولك حياتي، ومع انك ممكن قوي تبقي كمين بعتهولي واحد من المنافسين بتوعي، الا اني مش قادر غير اني اعمل لك مساحه كبيره قد كده عشان تخشي منها. عارف انت مش عارف تعمل حاجه غير كده ليه؟ ليه؟ عشان انت متاكد ان انا مش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. ما هو يعني مش معقول اخت الدكتور عمر النواوي هتبقى مرشده الناس مرشحه نفسها. امال انت ايه؟ انا واحده شافتك عجبتها قربت منك بس كده. مع كل فرق السن اللي بيننا ده؟ مع كل فرق السن اللي بيننا ده، ايه رايك بقى؟ ايه
الله، ايه الحلاوه دي؟ انا مش قد الجمال ده. يا سلام، ايه الحلاوه دي بجد يا عمر؟ انت شايفني حلوه كده؟ انا مش شايف غيرك اصلا. امال ليه بتبعد عني؟ مش عايز تقرب. تبعد فين؟ ما انا بقرب اهو. اقصدش كده، اقصد اني يعني. لا 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 لا، ده التاني ده كان ظرف وراح لخياله. خلاص انسي انسي انسي. احنا في دلوقتي امرك، خلينا في دلوقتي. ايوه انتي عارفه ان انا رايي ان احنا ما نضيعش ولا ثانيه بقى، نخش في الموضوع على طول. مش كده؟ عارفه ان دي اول مره، اول مره، اول مره احس الاحساس ده. هتصدقني لو قلت لك انك اول احساس في حياتي؟ بجد؟ بجد. طب احنا بنضيع وقت ليه؟ يلا بينا. اللهم اجنبنا الشيطان واجنب الشيطان مرض اكتر. يلا يلا. نسيت اقفل الجرس. طب معلش يا حبيبي، يمكن حاجه مهمه ولا حاجه. طيب خليك انت. الو؟ ايوه. ايه؟ ازاي يعني؟ زي اي واحدة حامل. مش عيب يا دكتور انت تسأل سؤال زي ده؟ بقولك نفسي في سوشي. ولا انت بقى عايز ابنك يطلع له عصايتين في عينيه؟ ده كلام يتقال برضو دلوقتي؟ ايوه. ازاي يعني؟ انت مش عارف مين عصايتين؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ طب انا هقولك حاجة احلى. ايه رأيك اجي اخدك وننزل ناكل سوا زي زمان برا؟ ايه؟ عمر يا حبيبي انت ساكت ليه؟ ازاي؟ اوعى تكون مزنوق. لو مزنوق مش مشكلة، اهم حاجة ابنك. انا مش سامع حاجة اصلا. ايه؟ انا هحط التليفون على بطني علشان تسمع ابنك. هو بيقول لك يا بابي عايز سوشي. مش هينفع دلوقتي، بعدين، بكرة. دلوقتي مستحيل. سامع؟ بقول بعدين. عمر انت رحت فين يا حبيبي؟ ارحموني بقى، ارحموني. الو، الخط بيقطع، الخط بيقطع بيقطع بيقطع. الو الو الو، يا ساتر، ايه ده؟ ستات بتتدلع. ومين دي بقى يا بيبي اللي واخده عليك لدرجه انها تتدلع عليك في وقت زي ده؟ دي 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 اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. رد يا بيبي، لا تكون واحدة معروفة ولا معرفة من زمان. بصي بقى، احنا نقفله أحسن، احنا نروح قافلينه. الحاجة يا ست هانم. صدق الله العظيم، في إيه يا مغاوري؟ يا ست هانم في إيه؟ حاسب هتقع. الحمد لله يا ست، الأستاذ حافظ. ماله؟ الراجل الكبارة الكمل. حصل إيه؟ ما بيحرمش يا ست، ما بيحرمش. جاي سكران طينة؟ لا، وإيه؟ معاه واحدة، إنما إيه بقى؟ أستغفر الله العظيم، زي القمر. أستغفر الله العظيم وزي القمر، الاتنين مع بعض؟ ايه؟ امال يعني اكدب يعني يا ست ولا ايه؟ حصل الكلام ده من امتى؟ بقاله يجي ساعة كده. وانت لسه جاي تقول لي دلوقتي حالا؟ ماني كنت بتفرج عليهم من الشباك لحد ما قفلوا. طبعا، وجيت تفتن عليه لما قفل الشباك، مش كده؟ ايه؟ نعم. بتقولي حاجة يا ست؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هلاقيها من مين ولا من مين يا ربي؟ وانت ان شاء الله كل ما هيجي لك تليفون هتبقى كده كده. اللي هو ازاي يعني؟ اللي انت عامله ده. تعمليش منها قصه يعني، ما حصلش حاجه.
لما انت ما بتحبنيش اتجوزتني ليه؟ مين اللي قال كده بس؟ اي واحد بيعمل اللي انت بتعمله ده يبقى ما بيحبش. انا ابتديت احس ان احنا اتسرعنا، كان لازم نعرف بعض اكتر. انا عمر انت مخك راح لبعيد خالص. انت اللي رحت فين يا عمر؟ انت مش حاسس بيا خالص ومش معايا. انت خايف مني؟ خايف من ايه؟ واخاف منك ليه بس؟ امال ليه مش بتقرب مني؟ مالي مشغول شوية. مشغول بمين؟ وانا في حضنك. خش خش الحق حبيبي. ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ فرحة انت جاي؟ ده انا مصدقت انا نايمته. وقاعدة كده ليه؟ وقاعدة كده ليه؟ وازاي ينام على حجرك؟ لما يصحى يا اختي تسأليه. ما يصحى يا اختي؟ انت يا بنت انت شفتك فين قبل كده؟ لما بسلامته يصحى يبقى يقول لك، ولو مزنوقة قوي وعايزة تعرفي اسألي اسم نبي حرص وصين واللي جنبك ده وهو يقول لك. عمر تبقى تعرفها لمار.